تعالي هقولك على سر من اسرار العنايه بالبشر. معظمنا بيدور على كريم للترطيب يكون كويس، وكمان الكريم ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو بتاعنا بتاع النهارده بيتميز عن اي مرطب استخدمتيه قبل كده. المرطب ده ينفع لنضاره البشره، وكمان ينفع تستخدميه كسان بلوك، وكمان ينفع تستخدميه للترطيب. تعالوا نعرف ايه المنتج بتاع النهارده، بس قبل ما نعرف هو ايه المنتج تعالوا اقول لكم بيحتوي على ايه. اللي بيميز المنتج ده عن اي منتج تاني ان بيحتوي على نسبه كبيره جدا من البنسنول لترطيب البشرة، وكان بيحتوي على الليكرش اللي هو بيكون ليه دور كبير جدا في علاج التصبغات وتبييض البشرة، وكمان بيحتوي على الجلوتاسيون وكمان فيتامين اي اللي يعتبره من اقوى مضادات الاكسدة اللي هتدي لبشرتك نضارة كبيرة جدا، وكمان بيحتوي على الكوكو باتر او زبدة الكاكاو لترطيب البشرة. ميزة الكريم ده كمان ان ينفع نستخدمه لاي نوع بشرة. السؤال الاهم، ايه هو الكريم اللي هنجيبه من الصيدلية؟ هتنزلي اي صيدليه جنبك وهتجيبي حاجه اسمها الريتشي بنسنول كريم، واللي هو بالشكل ده ريتشي بنسنول كريم هنجيبه من الصيدليه نبدا نستخدمه ككريم ترطيب للبشره بتاعتنا، وسهله وبسيطه. اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.